في خبر عاجل وصلنا الآن، يبدو أن هناك سلسلة انفجارات قد ضربت مدينة أبوظبي في الإمارات، ومن المرجح أن تكون عبر طائرات الدرون. السلطات الإماراتية تقول أن هذا الانفجار في أبوظبي كان ناجما عن حريق وليس هجوم. كان هناك من تحدث عن حصول انفجارين في أبوظبي ناجمين عن هجوم بالصواريخ أو طائرات الدرون مساء الثلاثاء، لكن لم يتأكد ذلك. وقد تعرضت الإمارات لعدة هجمات منذ بدء 2022، وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. أمريكا قررت مؤخرا إرسال تعزيزات عسكرية لإسلام الإمارات. كانت القوات اليمنية المدعومة إماراتيا حققت تقدما على الحوثيين في الأشهر الماضية. في حال حدوث أي مستجدات سنعلمكم وننشر فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.